طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. قبل ما نواصل في كلامنا في نفتح فرصة للحوار، وفي شبهات جاتنا في أحزاب شغالة يو بي اف حركة شعبية وفي حزب الأمة والمستقلين حزب مؤتمر الطلاب المستقلين. وطبعا مؤتمر الطلاب المستقلين هم يا أخواننا أصلا يعني كانوا في الحزب الشيوعي ومرقوا منه، عبارة عن مرافيد بتاع الشيوعيين. كتابهم برضو إن شاء الله موجود، المؤلف أو المؤسس بتاع حزب مؤتمر الطلاب المستقلين الدكتور أبو بكر آدم إسماعيل، وعنده محاضرات قاعدة في اليوتيوب، قاعدة موجودة، وكل كلامه إنه طعن في الدين برضو كلامه موجود. فأنا قبل ما واصل في الكلام والرد نفتح الفرصة للمداخلات، لأنه العلمانيين كلهم حركة شعبية حزب أمة المستقلين اليو بي اف كلهم قالوا الحل في العلمانية. براح أخذتوا الكورة دي وطا، تعالوا أغنعونا بالعلمانية دي براح. أنتوا خايفين تقتنعوا إنه ما صح، خايف إنه العلمانية تطلع عليك ما صح. فرصة مفتوحة عليكم، فرصة مفتوحة. نحن بنواصل في شبهات أنتوا جبتوها ونحن بنرد عليها، فرصة مفتوحة، لسه ما مرقنا الوثائق. طيب قبل ما أخش في الشبهات يا أخواننا نعلم حاجات سريعة كده عن العلمانية. المسألة الأولى إنه العلمانية يا أخواننا هي ما فصل الدين عن الدولة. البيجو بيغبشوا به العلمانيين على كثير من الناس، يقول لك العلمانية دي معناها فصل الدين عن الدولة. لا، مش الدولة بلا، عن الحياة كلها. وده التعريف بتاعنا العلمانيين، النجر العلمانية ذاته، قالوا هي حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس عن الاهتمام بشؤون الآخرة إلى الاهتمام بشؤون الدنيا فقط. يعني ما عندك شغلة بالآخرة، وإنما شغلتك بالدنيا بس. عشان كده في كثير من الجامعات العلمانيين بيقول لك نحن ما عندنا لك برنامج بتاع قبر ولا برنامج بتاع آخرة، نحن برنامجنا لك اقتصاد وسياسة وإلى آخر، عرفتها؟ فده برنامج طبعا هو فاشل، ودي العلمانية الصح عشان ما يجي يلعب عليك. نحن بنتحدى التنظيمات جوا الجامعة دي ولا برا الجامعة، يو بي اف حركة شعبية مستقلين حزب أمة، نتحداكم مناقشة في العلمانية الآن. ولو كلكم الآن رضيتوا، كلكم ما قدرتوا إلا تقيفوا مع بعض، فأقيفوا وراء بعض بنناقشكم إن شاء الله. كلكم أحزاب كلها يقيفوا وراء بعض، نحن بنناقشهم واحد واحد بإذن الله. ولو دارين كلكم تخشوا تناقشوا الأربعة مع بعض في نفس الوقت برضو راضي، تاني في كلام ما في كلام. لو دارين نديكم 5 دقائق ونحن نشيل 3 دقائق راضين جاهزين، خشوا يا ناس. عيب عليكم يا علمانين، عيب ناس حزب الأمة. أنا البحر الكبير إن عبروني، أنا الشوك الكتر إن جرجروني، أنا الجن اللي بيخلي الكوز ينوني. تعال خش انت، زول شوك كتر خايف من شنو؟ والله كلهم اليو بي اف شهر 1 شهر 9 شهر 7 كل واحد ما واحد. تعال خش ناقش، نناقشك في شهر 7 ذاته، فرصة مفتوحة. حركة شعبية تعالوا خش نناقشكم في العلمانية، مش الأحزاب دي قالت أحزاب مجيدة نتحداهم في النقاش. طيب فأول مسألة تعرفها إن أخواننا بيلعبوا على كثير من الشباب بالموضوع بتاع العلمانية، إنه العلمانية دي من العلمانية دي من العلم، يقول لك العلمانية من العلم ومن التطور. العلمانية ما من العلم، العلمانية دي ترجمة أصلا، كلمة العلمانية كلمة لاتينية اتحولت للإنجليزية، والعلمانيين حولوها للغة العربية عشان يغشوا بها الناس، لأنه يقول لك عنده علاقة بالعلم والتقدم، وده ما عنده علاقة بالعلمانية. العلمانية الهدف حقها حرب الدين، ده هدف العلماني، ونتحدى العلمانيين يناقشونا بالمراجع والكتب. عيب عليكم يا تنظيمات، عيب. واحد يجي خاش يقول لك كده نشوفهم بيقولوا شنو، بنقول في كلام حزبك اللي انت ما عارف، تفضل تعال خش ما تخاف اصله، هنا نقاش منطقي، تقول منطق بنرد عليك بالمنطق، تحاول تعمل فوق الواد شفت وكده ودار تتجدع بننظمك، فهمت؟ بالحجه بس ما تخاف. الناس مش بيقولوا السلفيين سنه اولى سياسه، يا ناس رابعه انتوا بتخافوا ولا شنو؟ ناس رابعه سياسه، فرصة مفتوحة عليكم. طيب فالمسألة الأولى يا شباب إنه العلمانية حرب على الدين بس، العلمانية دا
دائرة إنه تهدم الدين. وقد يكون في ناس علمانين ما فاهمين المسألة دي. وبعد ذلك بجي بتكلم لك عن أسباب قيام العلمانية. دي المسألة الأولى. فما هي من العلم؟ العلمانية جاية من كلمة سكيولر. سكيولر تعني دنيوي أو لا دين. جيب أي معجم بتلقى فوق الكلام ده. وأما العلم بالإنجليزية اسمه ساينس. والمذهب العلمي اسمه شنو؟ ساينتيزم، صح؟ ها؟ ده العلم جاي من التقسيمات دي. أما العلمانية هي عبارة عن حرب للدين، ما دارين دين. دي خلاصة العلماني. عشان كده ناس الحركة الشعبية في الاعتصام الكادرة حقتهم قالت بنشيل شمال وجزيرة، حتى الخرطوم حقتنا، العاوز مرحب بيهم، أما الزعلان الطرشك. ها سيدي ديمقراطية بالراحة كده، ما تزعل أصله ما تزعل، فهمت؟ دي مسألة. المسألة الثانية أخواننا، العلمانية أسباب قيامة عند الكفار، لأنها قامت عند الكفار. وأسباب قيامة هنا ما واحد. هناك في الغرب كان في اضطهاد بتاع كنيسة، وكان في وكان في، والكلام الكثير الحافظ إنه العلمانيين الواحد بيجي يتعلم به والكلام في المنابر وفي الجامعات، إنه أسباب العلم وما أعرف لك كوبرنيكس عملوا له شنو، وذاك مونتوسكي شنكلو. إحنا ده ما بهمنا كثير، عرفته؟ لأنه هناك أصلاً ديلك دين محرف، الدين بتاعهم محرف، يقول لك الكرة الأرضية مربعة، ده النصراني، هذا الإنجيل بتاعهم، عرفته؟ بيقول لك إنه الأنبياء الأطهار بيزنوا ببناتهم، تقاعد هنا ده جوا، عرفته؟ شمتى تقول لي هناك حرفوا الدين والقساوسة بيجوا يأكلوا باسم الدين وكده. وسبحان الله تلقى العلماني بيقول لك القساوسة أكلوا باسم الدين، وداك الصوفي أكل باسم الدين، وذاته يمشي معه. تعالوا هنا حزب الأمة، انت هنا ما أكلتوا باسم الدين؟ حزب الأمة الاتحادين، عرفته؟ ما أكلتوا باسم الدين؟ الأنصار، الناس يصوتوا للصادق المهدي، اركبوا في الزيتوايات، لن نصادق غير الصادق، لن نصادق غير الصادق، يمشي يصوتوا له لأنه باعتباره رئيس طائفة الأنصار، عرفته؟ ما تاجرتوا باسم الدين. 86 الأحزاب دي كلها تاجرت باسم الدين. الكيزان باسم الجبهة الإسلامية، الحزب الأمة باسم الصحوة الإسلامية، الاتحاد الديمقراطي باسم الجمهورية الإسلامية، إلا شيوعي ما عندهم طبعا إسلامية، عرفته؟ فدي الأحزاب هناك أسباب قيامهم إنهم دين محرف. قالوا للعلماء بتاعين الدنيا اللي اكتشفوا نظريات في الدنيا، قالوا لهم لا توقفوا ده كله، وده اسمه هرطقة ورد عن الدين. يلا يتلاحظ معي، الناس دي منعوا شنو؟ بتاعين الكنيسة الدين محرف أصلا، منعوا إنه يا أخوان الإنسان يكتشف في الدنيا. أسي لاقاكم علماني في السودان هنا صنع له طيارة، نحن جينا كسرنا له طيارته؟ ما انت قلت من العلم. لاقاك واحد علماني جاء قدم للناس في الدنيا دي حاجة، نحن منعناه؟ قدم له اختراع في الدنيا، نحن منعناه؟ فما تجي تكذب وتجي تقول الأسباب القاعدة هنا يا هذيك، لا ما يا. أول حاجة هنا قد يكون في أسباب هي ما منطقية لكن قد تكون مبررات، منها إنه المتاجرات باسم الدين زي الشغل بتاع الصوفية، ناس يأكلوا حق الناس باسم الدين، على عينك يا تاجر. علي المرغني ده زمان يمشي في أراضي الناس تبقى حقته، عرفتها؟ يمشي فيها بس تبقى حقته. مشى قال للناس لما جو خاشين الإنجليز، قام قال لهم عشان يعمل السكة حديد، قال للناس المساكين تبعوا في الختمية، قال لهم اللي بيديني شبر بتاع خشب بيقطعوا ويجيبوا ويجهزوا لنا، أنا بديه متر في الجنة. يا زول انت ماسك الأراضي ولا شنو؟ تلعب علينا نحن متاجر باسم الدين؟ فده دي مبررات، ناس أكلوا باسم الدين وسووا تجانية وسمانية وصوفية وغيرها من الطرق. لكن هل القرآن ده أتحدى أي علماني؟ لأنه هنا جاء قالوا لهم كلام طعن في الدين عديل، وأنا أتحدى من أدار الناس اللي قالوا الكلام ده، نقاش بس. مش قلت الدين ما بينفع للعصر الحالي؟ تعال نخش نقاش، ماله؟ أنت خايف ولا شنو؟ أنت ما قلت من العلم، الزول اللي عنده علم ما بخاف، تعال خش طوالي. طيب، فالدين بتاعنا يا أخواننا دين كامل، ما فيه تحريف، ما دعا لظلم، ما دعا لقتل، ما دعا لإنه إنه الإنسان ما يأخذ بأسباب الحياة الدنيا. ربنا قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها
وكلوا من رزقه وإليه النشور. الدنيا اخترع فيها أعمل طيارات، أعمل مصانع، أركب أحسن العربات، عرفتها، أبني المطارات، عمر البلد، ما في مشكلة. لكن اتذكر إنك راجع لله، مش عشان دنيا تقديه، مش عشان دنيا تقديه. أنت تفترع على خلق الله زي ما بيتعمل الأحزاب الآن السياسية في السودان. يا أخي تذكروا يا أخي، ربنا سبحانه وتعالى قال: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. أها ديل ما انتهوا الجايين، وإن ربك لبالمرصاد، عشان ما تلعب، عرفتها، وما بتمشوا علينا نحن كلامكم ده. دي العلمانية، العلمانيين منهم الشيوعين، منهم الشيوعين اللي بيقولوا الله ما في، زي ما في البيان الشيوعي هذا، ليه البيان الشيوعي كارل ماركس وفريدريك إنجلس، والحمد لله يا النت سهل لنا الأمور يا أخوان. تخش النت أكتب البيان الشيوعي كارل ماركس وفريدريك إنجلس، عرفتها، نتحدىه، تعال أذكر لنا كلام شيخك ده، شيخك ماركس وإنجلس، وديل المؤسسين بتاعنا الشيوعية في العالم. ديل قالوا الشيوعية تلغي الحقائق الأبدية، تلغي الأخلاق والأديان عوضا عن تجديد شكلهما. قالوا نحن ما عندنا شغلة بدين ولا بأي إله ولا بأي حاجة. عشان كده ياسر عرمان الشيوعي الخاشي في الحركة الشعبية، عرفته، ده 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 في النهاية شيوعي بيؤمن بالنظريات دي وبحارب في الدين، ونحن بنتحداك وبنناقشك ياسر عرمان ذاته لو جاء نتحداه. واتحديناهم في جرائد برضو معهم القراي بتاع الحزب الجمهوري، اتحديناهم في مناظرة في التلفزيون زاغوا، لأنه لما يلقى بلد فيها كيزان بيجي، لأنه الكوز ما عنده حاجة، ما بيفهم في الدين إلا قول الله عز وجل، بيفهمه غلط. قول الله عز وجل: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، منافع للناس ذاته ما بشيله، يقول لك الليل الليل يا ليل يا حلاة السيخة بالليل. عشان كده بيناقشوا العلمان، يقول لك شايف ده الدين حق الكوز، شايف هذا ليه؟ لا لا ده ما ياهو، الكيزان ما قاموا على منهج صحيح. الكيزان منهج حسن البنا، ها ما بتسمع فيهم يقول لك حسن البنا دل علمنا فقه السنة، وهو سنة واحدة ما فهم. حسن البنا عبارة عن داعية للضلال والباطل، وإنسان ما صوني ذاته حسن البنا، ركب في المسلمين الفكرة دي وبيقد دي أخواننا ذريعة لأي علماني دار يطعن ويتكلم في الدين إن يقول لك الكيزان والجبهجية. عشان ما تجي تقول لي كيزان ولا جبهجية، كيزان مجارمة ما طبقوا الدين. يا أخواننا الدين بيبدأ من وين؟ الدين بيبدأ من العقيدة. النبي عليه الصلاة والسلام لما بدأ، ما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالأخلاق، ولا بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالحكم. ده لابد يا أخواننا الشاب يفهم الموضوع ده، إنه ربنا ما بدأ بالحكم، ربنا عز وجل بدأ بالاعتقاد. عشان كده عائشة رضي الله عنها قالت كلام عجيب، قالت: إن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم صور من قصار المفصل فيها ذكر الجنة والنار، ولو كان أول ما نزل ألا تزنوا ولا تسرقوا ولا تشربوا الخمر لقالوا والله نزني ونسرق ونشرب الخمر ولا ندعها أبدا. يعني لو كان أول حاجة نزل إنه طبقوا الحدود في النازل، كتلوهم، سووا، ما كان الناس قبلهم. عشان كده أنت أول حاجة بتدعو الناس للإسلام وللدين الصحيح، عرفتها، ده يا أخواننا الدين الجبه والرسول عليه الصلاة والسلام. لما النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في الآلهة بتاعت قريش، قاموا اتلموا، قالوا: لو إنك جئت بأمر سفهت به أحلامنا، شوف الكلام ده كيف، وشتمت آلهتنا، فإن أردت بالذي جئت به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون من أغنانا، وإن أردت بالذي جئت به زواجا زوجناك من أجمل نساء قريش عشرة، وإن أردت بالذي جئت به سؤددا سودناك علينا بقيناك سيد. النبي صلى الله عليه وسلم كان لو بيفكر حسن البنا والكيزان يقول: أيوة أنا أبقى الرئيس بتاع مكة، النبي صلى الله عليه وسلم رئيس جمهورية مكة، وفيها طبعا فيها شيوعيين قاعدين، ناس عقبة ابن أبي معيط دي الجبهة ديمقراطية، وناس أبو جهل دي المستغلين، فهمت، وفيها مين حركة شعبية، كلهم قاعدين. أنا بقصد الأفكار
افكارهم قاعده كلامي دحار. تعال خش تعال خش. تاني اخواننا في انصاف اكثر من كده. تعال انت مش حزب، كلامنا دحار وزعلان منه، تعال ناقشنا، قل لنا كلامكم ده باطل بالحجه والدليل بالمنطق وكده. تعال. لكن يا اخواننا الواحد يخلينا بعد نحن نفوت يقول لك وينو الناس دي يا زول انت بتلعب على ابنه. طيب دي نقاط سريعه عن العلمانيه. من اخطر النقاط عند العلمانيين انهم يا اخواننا دارين يشيعوا الفاحشه في المؤمنين. ده من العلمانيه. الحزب الشيوعي هنا قال فغايه ما يلام عليه الشيوعيون انهم يريدون اشاعه صريحه للنساء. انت ما سمعت البوشي ذاك؟ البوشي في الاعتصام قال شنو؟ قال انت ذاتك قال نحن ما دارين العقليه الذكوريه. هاي البوشي العقليه الذكوريه دي شنو؟ قال العقليه الذكوريه انه الراجل يكون متسيطر على المراه وولايه المراه، الانكار القراي انه الراجل ما يكون ولي على المراه. قالوا دارين المساواه التامه بين الرجل والمراه في كافه الحقوق والواجبات. وطبعا ده لا بيصح عقلا ولا شرعا ولا 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 من ناحيه تطبيقيه ذاته ما بيصح. ولو في شيوعي الكلام ده حارق وشديد او علماني او يو بي اف او حركه شعبيه او حزب امه او غيره، تعال خش ناقش. عرفتها؟ الراجل ما زي المراه لا خلقه ولا شرعا ولا عقلا، ما ممكن يبقوا سوا، لانه تركيب الراجل ما زي تركيب المراه. الحقوق والواجبات توزع بالعدل ما بالمساواه. اديك مثال، يجي البوكس ويجي معاه موتر جين، الموتر يقول لابد نتساوى في كافه الحقوق والواجبات، زي ما شالوا في البوكس 2 طن ونص انا يشيلوا فوقي 2 طن ونص، ولابد نتمحور في ظل الشحن سويا. يا ذول بتتفرتك، الراجل والمراه واحد؟ ما واحد يا ناس، ما واحد. عشان كده حتى الكفار، أنا احنا العلمانيين الليله دارين منطقهم بالايات والاحاديث وبالناس المبهورين به، تلقاهم يا اخ امريكا يا اخي، يقول لك امريكا، ناس امريكا ذاته، الناس اللي اخذتوا اتفاقيه السيداو، قالوا انه في اتفاقيه السيداو عندهم حاجه اسمها التمييز الايجابي للمراه. هاي انا السيداو التمييز الايجابي للمراه ده شنو؟ قالوا والله اخواننا اصلا المراه في خلقتها ما زي الرجل. اها رجعتوا لكلامنا. لا لا لا، يقول لك لابد لما تجيها احوال معينه من الحيض وغيره نديها اجازه. نديها اجازه. ده اسمه التمييز الايجابي. قالوا تمييز ايجابي، هو تمييز ولا ما تمييز؟ هو تمييز. معناه الراجل ما زي المراه، لا يقول لك واحد، طيب عامل تمييز ليه لو واحد؟ ما سؤال صح ولا ما صح؟ سؤال، لو واحد عامل تمييز ليه؟ الكفار ذاتهم عارفين انه ما واحد. الراجل والمراه في خلقتهم يا اخواننا ما واحد. المراه ربنا خلقها ضعيفه، وربنا سبحانه وتعالى خلقها لمهمه معينه، والراجل ربنا خلق فيه القوه والشده وخلقه لشيء معين. الليله ده امشي شوف الهندسه المدنيه، الاكثر فيها الرجال ولا النسوان؟ الاكثر فيها منو؟ النسوان صح خشن، لكن الاكثر فيها منو؟ الرجال. امشي السدود اللي كان يشتغلوها جوز، اشتغلوا الكيزام مجوبك ده، عرفته؟ شوف الصينيين الكفار ديل شيوعين حمر تب شيوعين. شوف المهندسين بتاعينهم فيهم مرة مرة واحد، لأنه ده فيه سيخ أكثر من 50 يزات، المرة ما بتقدر على الشغلة دي، ها ما بتقدر عليه، وفيها عتالة وشغلة صعبة. الكفار الصينيين ما بجيبوا نسوان ليه؟ لأنه ده ما محلة. عشان كده ربنا قال وليس الذكر كالأنثى، ما واحد ما واحد ابدا. الليلة الجيوش في العالم كله خليك من المسلمين صح بيدخلوا النسوان، لكن ما بودوا محل الشده والصعوبه. اسي شوف غزو الامريكان للعراق وافغانستان وكذا، النسوان فيهم كم؟ ما كفار، ده المسلمين يا اخواننا كفار، النسوان فيهم كم؟ النسوان ذاتهم بيقعدون في المكاتب، بيقعدون في المكاتب، اما الرجال بيشيلوا البندقيه. انتم مش قلتوا مساواه؟ خلاص نحن نساوي من واحد واحد، يشتغلوا زي الرجال ويقاتلوا زي الرجال ويشتغلوا المحلات الصعبة ومحلات الذهب. أسف في السودان ده في كم محل بتاع ذهب؟ مرة واحدة فيه؟ في مرة بتقدر؟ وفي رجال بيزغوا منه، يقول لك هذول بيدخلني البريد شنو؟ صح ولا ما صح؟ كيف تقولوا الراجل والمرة واحد يعني يا علمانين؟ عرفتها؟ يعني بعد شوية دارين قالوا مساواة الرجل والمرأة
حتى قال في الطلاق، يعني انت يوم تجي خاشي على مرتك جبت الملاح ناقص تقول لك طلقاني يا فلان امشي اتخارج. دي الدارين العلماني. واحد قاضي والله ساكن ابو ادم الخرطوم، قاعدين في محل بتاع في ورشه بتاعت عربات، قال لي اخطر ما في سيداو انها تريد او انها تسمح للمراه المتزوجه ان تزني اذا كان الزنا برضاها، وبسموه العلاقات الجنسيه، لا زنا اسمه لانه اسم قبيح. يبقى نحن يا اخواننا مجتمعنا مفكك، وانت عينك انت مش عامل فوق راجل، انت بتكون قاعد خازوك ساكت والله، تكون قاعد دلوكه. المره تقول لك كده اسمع عن اذنك انا ماشي مع البوي فريند بتاعي كده وجاياك راجل يا زول. دي دارينا العلمانين، لانه اخواننا في كثير من الناس ما فاهمين الموضوع ذاته، ما فاهمين وشافوا انه الدين بس ده هو حق الكيزان كوست القو عرقان عرفت، ويكورك وحلقه كبير وهي لله. لو قلت له همنه ذاته ما معروفه، همنه ذاته يا اخ كرهت انا ذاته عرفت. فعشان كده لابد يا اخواننا الطالب يبقى حصيف، لا يلعبوا عليك الكيزان ولا يلعبوا عليك العلمانين. ديننا ده خدت المرأة في محلها، ربنا قال وليس الذكر شنو كالأنثى، ما واحد يا أخي ما تلعب علينا نحن. أمشي أجرد لنا الكفار والمسلمين من العلماء النظريات، أنا ما أعرف هنا كلياتكم كليات شنو اقتصاد، الألفوا في الاقتصاد رجال ولا نسوان، أنا ما بتكلم عن إنه النسوان ما بيفهمن، لكن أنا بتكلم عن النجر الاقتصاد، النظريات بتاعت الهندسة عرفتها، الألف النجر الكهرباء والمكرفونات ديل منه رجال ولا نسوان؟ رجال. يبقى الراجل طبيعته ما زي شنو؟ ما زي المرأة. مش معناه المرأة ما بتفهم، لأنه بيجيك حزب أمه ما فاهم حاجة يقول لك لا ما بتفهم، انتوا قلتوا ما بتفهم، لا ما قلنا انت اللي ما بتفهم، مش هي انت ده ما بتفهم، لان احنا كلامنا في سياق معين. فيبقى البيت يا اخواننا ما تتغشى، والولد المسلم الطالب المسلم والطالب المسلمه ما يتغشى يا اخواننا، نازل بيلعبوا عليكم ساي ولا دارين يقدموا للبلد حاجه ما تسمع. المهم ده موضوع طويل، انا ذكرت النقاط دي وعندي شبهات اثاروها النازل دار ارد عليها، لكن لو في مناقش لو الاحزاب ده شويه كده تشجعوا دارين يخشوا تعال والله لا في حزام ناسف ولا وديل تكفيرين، احنا بنجي نرد عليهم ذاتهم بنناظرهم هم ذاتهم عرفته، وديل اهدروا دمنا ذات. مره انا شغال في الاسلاميه خش لي واحد حركه شعبيه كفرني والله جد والله في الاسلاميه عرفته. المهم ده ما موضوعنا، موضوعنا انه دارين نقاش علمي ومنهجي، تعالوا خش فرصه مفتوحه للمداخلات، ما خشيتوا الشبهات قاعده بنرد عليها. بعدين الطلبه لو جيتوا تشتغلوا هنا بقول لكم ما بنحضر لكم، لانه نازل جو وانتوا زغتوا منهم وانتوا قلتوا هم ما بيفهموا سنه اولى سياسه، وانتوا الخريجين والفاهمين ولا المقطعين السياسه النازل غلبوكم، تبقى عليكم شينه بعدين علماني، انا ما داير تبقى لكم شينه، النصيحه كده فرصه مفتوحه فرصه مفتوحه. ما في واحد داري يخش طيب لغايه ما يشجعوا من الكلام اللي قالوا لماذا الإسلام أفضل الأديان؟ إخواننا إحنا في موسكو ولا شنو؟ لأنه يا إخواننا الدين أول حاجة هو الدين الخاتم، ربنا فضله، ربنا قال إن الدين عند الله الإسلام، ربنا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، لأنه يا إخواننا الإسلام صالح في عقيدته ما بيربطك بمخلوق، وصالح في العبادة بتزكيك، وهذب الحياة كلها الاجتماعية والسياسية كلها الإسلام جايها كلها عرفتها. يجيك واحد يقول لك ورينا بتحكم الدولة كيف، الدولة الحكماء الصحابة من جنوب فرنسا للهند ومن المحيط الأطلسي لحد الصين حكماء بشنو؟ سؤال، مش قلت ما عندهم قانون؟ حكماء بشنو؟ فيه الأخلاق فيه المعاملات فيه التنظيم بتاع المعاملات تنظيم الأسرة. أسيب تلقى كثير من الكفار ديل لأنه ما عندهم أسرة، الواحد تلقى نسبه ضايع ذاته، الواحد بعد ما يحصل 12 سنة حتى أبوه يعرس أمه لأنه كانوا شغالين بالضرة فهمت لخبطة. هل أنتوا دارين لنا الكلام ده؟ الإسلام
كرم المرأة وميزها وأدى حقوقها، لكن خدتها في محلها المناسب. الإسلام قال المرأة تلبس كويس، تمام؟ المرأة تتغطى من الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. والكلام ده يا أخواننا شيء طبيعي، ما فيه لعب ولا فزول يجي يغوش عليك. ويجيك العلماني يقول لك أنت غاسي شديد على المرأة. لا أنا ما غاسي، أنا زحيتها منك بعيد، أنت زعلان بس، عرفتها؟ ده الدين قال كده. الدين قال الزول ما يلعب بأعراض الناس. أنت مش يا علماني نجيض، أمشي دق الباب قول لها فلان أنا دار بيتك على القرآن والسنة، وإذا خايف من رزق ربنا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون فوق ما في الوطزات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يستعفف يعفه الله، وربنا قال إن يكونوا فقراء يغنيهم. تاني نعمل لك شنو يا علماني، عرفتها؟ طيب، فالإسلام يا أخواننا أفضل الأديان، لأنه ربنا اختاره وربنا ارتضاه. والكلام ده حتى الكفار شهدوا به، حتى الكفار شهدوا به. بعدك إذا جاء نقاش ممكن أن إحنا نخش في الموضوع ده. قالوا في حزب جهينة قال دارين حرية العلاقات الغرامية. حرية أكتر من كده كيف يعني؟ سوي لك شنو؟ تعالوا من الآخر، لا دار حريات أكتر من في الجامعات دي كيف يعني؟ واحد تلقاه 16 ساعة قاعد ما بخش المحاضرات، ولا الكلام ده ما في يا أخوانا؟ ها؟ قاعدين، وبعد ما يمشي الداخلية تلقى خاشي له في جحر، لو خش فوق وضب نفسه ينقطع. تلقاه شغال بالتلفون بالخدمات، ما عارفة شبكة شنو، تلقى بيتونس يوسوس ليه واحدة بالليل، تقول لها فلان أسمع الفت يا زول في شنو مالك؟ لا ما في الكلام ده ما في. تاني حريات أكتر من كده كيف يعني يا أخوان؟ حريات أكتر من كده كيف؟ ها؟ العلماني داري صلى شنو ده سؤال. لكن ربنا عز وجل قال والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وده سبب من أسباب ضنك العيش، الشرك أعظم سبب ده، لكن ده برضو من الأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم قال وما ظاهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأوجاع والطواعين التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. سكري وضغط وإيدز وبلاوي كثيرة. سبب شنو؟ الحرام ده ما يسمى على علاقات محرمة، يسمى خلوة، يسمى زنا، ده يسمى الشرعي. لكن عشان يقول لك من حرية الإنسان، لا ما من حرية الإنسان. المجتمع ده فيه محافظة، فيه قيم، فيه حدود. ده ما دار إنه العلمانين ما تسليزل غنم الله في أرض الله. نرجع لكلام البوشي متحدث باسم الحرية والتغيير. قال البوشي قال انت لما تكون حب لك واحدة تحبك الشكلوت. البوشي عرفتها؟ قال لما تكون حب لك واحدة وتكون هي قبليك مشت مع واحد، قال لما تحكي لك انت بتغار، انت تغار على شنو يا اخوانا؟ يكون الخنزير احسن مني؟ اديك بغار، اديك تلقاه في البيت لو جديك الجيران بتدور معركة داعش الغبراء، صح؟ يعني انا يكون اديك احسن مني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يدخلون الجنة ابدا، ومنهم منه الديوث. دي الدارة تأصيل فينا العلمانية. في علماني قد يكون اتخلع من الكلام ده، لانه يا اخواننا ما قاري الشغلة دي عن علم. دي الاعداء دين يا اخي، دينك ده دين كامل، دين نجيط. عشان كده هو افضل الاديان، اعترفوا به الكفار ذاته. يتخيل في المستشفيات الأمريكية بيجيبوا لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي وعاء شر من بطنه. أمشي لف الطب ده كله بيقول لك من أهم أركان الصحة التمام إنك ما تأكل، ما تملأ بطنك دي، ما تسرف ما تبقى الكوز بيأكل زلط، أكل زلط الإنغاز الغربي ده يهضمه بشنو؟ والله ده ينكبوا فيه كولا، مصنع كولا ما يهضم كويس. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ملأ الآدمي وعاء شرا من بطني. أنا ليه يا أخواننا بذكر الكلام ده؟ لأنه كثير من العلمان يقول لك ما تناغشني بالدين، ده من الدين ذاته. ها؟ الليلة تعال شوف واحد مؤلف كتاب اسمه العظماء 100، كاتب نصراني أمريكي، نصراني كافر تب، يقول الله ثلاثة، عرفتها؟ قال أول شخصية من الشخصيات البضاعة في كتابه اسمه العظماء 100، جاب العلماء والمثقفين والمخترعين وجزء أنبياء وكذا، عملهم في كتاب واحد، اختار أول شخصية بدأ بها شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له ليه بدأت بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم؟
قال لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو القائد الملهم، قال وهو السياسي البارع، والنبي عليه وقال محمد قال يعني قدم نموذج للعدالة ما قدمه أحد، وله من الأتباع ما ليس لغيره إلى آخر كلام. ديل الكفار، الكفار يجينا واحد من بني جلدتنا اسمه محمد وأبوه اسمه عبد الله، عرفته، وأخوه اسمه أحمد وأمه اسمها فاطمة، يجي يتعلق في الدين. دي العلمانية يا أخوانا الشباب، يبقوا واعين. علمانية ما عندها لك حاجة، عرفتها، ما عندها أي حاجة العلمانية، ونحن نتحدى العلمانيين، وما زالت الفرصة مفتوحة. UBF حركة شعبية، حزب أمة مستغلين، قالوا دي الأحزاب اللي بتشتغل. بعدين تعالوا هنا حزب الأمة، حزب الأمة كده يختبروا كده يديلك يسخنوا في خط الراية كده، تعالوا هنا حزب الأمة. انتوا دارين تسووا شنو؟ صادق المهدي ده حكم السودان، تعرف الزول ده الآن عمره كم؟ ولدو يا 30 يا 32 تقريبا 30، يوم قال يوم 25 ديسمبر 1930 قال موافقا لميلاد المسيح لحكمة يعلمها الخالق. والله صح، لأنه دي الحكمة هي ابتلاء الشعب السوداني هل يصبر على ديني أم لا، عرفته. زول طعن في الدين ده تشت. لو في واحد حزب أمة تعال خوش نناقش، عنده كتاب اسمه جدلية الأصل والعصر. وطبعا الزول يا أخواننا كثير من الشباب لما يخش الجامعة ويشوف الناس دي بتتكلم بمصطلحات كده كبيرة، الإمبريالية والبوتقة الواحدة وفي ظل هذا الاستهداف العالمي، بيقوم بيجيه انصدام حضاري، يقول لك يا زول ده، والله زول ده خطر، يقول لك ما فاهم حاجة، ده حافظ لك كلمتين داري غشك. تلقى واحد من أهلنا الأنصار قاعد لحزب الأمة، تلقاه قاعد للصادق المهدي، يمرق من الخطبة تقول له أسمع حضرتها مع سيدك الصادق، يقول لك أي أها كيف الخطبة، يقول لك يا زول خطبة مجية، أها قال شنو سيدك الصادق، يقول لك يا زول والله جاي أهلك الكلام ده جيها له، قال شنو، يقول لك يا زول والله الخطبة دي خطبة دي أصلا من فوق، له قال شنو يعني، يقول لك هنا كلام سيدي بتفهم، لأنه كلامه زي ده، إن الوحدة الوطنية تحتاج إلى وجود كيانات متكيفة مع الإطار الكيفي أو التكيف الإطاري في كيفية واضحة التكيف السندكالية، ما بيفهم حاجة، يفهم شنو يا ناس. زول مسكوا السودان، حكم السودان ده 3 مرات صادق المهدي. نحن ليل يا طلبة نبزنا زول، ما نبزنا، قلنا قال وكلامه ده باطل وبنقول أصلا ما بينقف، فهمت؟ فأنت يا حزب أمة عندك كلام تعال خش ناقش بالحجة بس، عرفته. حكم السودان 3 ديمقراطيات، داير شنو تاني؟ تاني داير يحكم، داير يحكم، تحكم شنو ذاته، عرفته. فدي ده موضوع طويل، موضوع طويل شديد. الصادق المهدي أنكر الحدود كلها، الصادق المهدي أيد اتفاقية سيداو في كتاب اسمه جدلية الأصل والعصر صفحة 65. لو في حزب أمة ومعاه الكتاب تعال خش الآن نناقشك مين كتابك، عرفته. أيد اتفاقية سيداو التي تبيح زواج الرجل من الرجل والمرأة من المرأة، دي أيدها، دي ما نصوص اتفاقية سيداو. انت قايلها شنو؟ خش The Convention of Elimination All of Forms of Discrimination Against Women، اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، كويس؟ ما تلعب علينا يا حزب أمة، عرفتها؟ الصادق المهدي قال ينبغي أن تراجع آيات المواريث، آيات المواريث قال لابد نرجعها، قال بما يتوافق مع متطلبات العصر. متطلبات العصر شنو يعني؟ قال المرأة بقت تشتغل، أها طيب ده ما ظلم للمرأة؟ الإسلام كرمها قال ما تشتغلي، لما أدى الراجل للذكر مثل حظ الأنثيين في أحوال، وفي أحوال ما أدى الراجل وأدى المرأة، وفي أحوال أدى المرأة أكثر من الراجل، وفي أحوال أدى المرأة نصف الرجل وأقل، خلاص. الإسلام لما نوزع، ربنا لما نوزع هذه المواريث وزع، والكلام ده بناء على أمرين، ربنا قال بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الراجل واجب عليه والنفقة، النفقة يعني أنت لو مثلا واحد أبوه يتوفى خلى له قروش مثلا، خلى 600 جنيه، الولد بيشيل كم؟ سهمين صح؟ بيشيل كم؟ 400، والبيت سهم واحد 200، لكن البيت بيكون نفقته على منو؟ على أخوها،
ده الولي حقها. شوف الإسلام قروش المتين دي بنقول لها بيت أنا خدتها في شنطتي وهو يصرف عليك كده. لو قسمناها النص 300 هي و 300 أخوها سوا سندويتشي سوا فتة نص بالنص كله نص بالنص بتقعد معاه في الزمن اللي علينا ده. ولو القروش ديك انتهت تواصل في نفقتك انت كرجل. شوف شوف الدين ده كرم المرأة كيف. يجيك واحد علماني يقول لك مساواة. المهم ده من كلام الصادق المهد وكلام كثير جدا عرفتها. زول يا أخواننا يدعو لاتفاق يأيد اتفاقية السيداو. زمان جد المهد الضال الكبير طبعا كلهم ضالين ما عندنا مهدي 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 ضال المهدي وده ما يهو يقول لك ده المهدي المنتظر. طيب عيسى ابن مريم وينه؟ ما سؤال عرفته؟ قال ده ياهو كذب ساكت. قال قال زمان في والكلام ده جابه الدكتور ابو سليم في منشورات المهدي. انا قاعد عندي الاحزاب دي كلها بنشتري المؤلفات حقتها عشان بعدين لما نجي نناقش وما يزوغ وما ينط بنقبضك نجيهك نقعدك في محلك. قال المهدي زمان يعني شوف جده كان كيف والزول ده كان كيف. ويدعو لانه الرجال زي النساء وحرية اللبس واو الى اخر. جد زمان بيه ضلاله ده قال والمرأة التي ترفع صوتها امام الرجال تؤدب بالجلد 27 صوت. تخيل يعني اللي بيجيك واحدة هنا وتشوت كولين انا البحر الكبير هنا عبروني دي اعملوا لها شنو لو لما فيها المهدي داك. قال والله اسمع الكلام ده. قال والذي يضع التنباك في سفته السفلى شفته السفلى يؤدب 27 صوت. قالوا اللي بيخدها فوق 30 صوت. شكله ديك فوق كيف زياده ادوا 3 صوت زياده فهمت. قال قال الناقه ذات الناقه لو شالت تنباك الناقه لو شالت تنباك قال دي اكل لحم حرام. زمان زمان يعني زمان لكن ده دعم لله وابديت عرفتها منازل له ويندوز جديد وما فرمت فرمطوا للكفار اعداء الدين فهمتها كله فيروسات عرفتها. قال قال الزول اللي بيشرب الخمره الزول اللي بيشرب الخمره قال ده يقام عليه والحد. وجاره لو عرفوا بيشرب الخمره وما بلغ برضه يقيموا عليه والحد. والصادق المهدي يقول ما في حد خمره ذات. اها رايكم شنو دي الاحزاب في السودان مع انه جده ده اكل باسم الدين اكل عجيب ذاته عرفتها. كلهم ضلال كلها احزاب ضاله منحرفه ما تبقى معاهم. هتبقى مع منو؟ تبقى مع الكتاب والسنه بفهم الصحابه. ليه؟ لانه الناس ديل طبقوا الدين وخشوا الجنه. هسه لما يجي يقول لك الشارع ده بيوديك المحله الفلانيه وفي شارع جاي ما معروف فيه اسود وفيه قطع وفيه 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 انت بتمشي بياتو شارع. الناس ديل مشوا وسلكوا الشارع ووصلوا ودوك تلفون وصلنا والحمد لله. تمشي بيدا ولا تمشي تباري؟ لأنه ربنا قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين الصحابة نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا. وده الطريق اللي بوديك الجنة مش الأشخاص الطريق المنهج. يعني أنا ما بجي هنا بقول للناس أيها الناس إنني رجل من أهل الجنة فبشراكم اليوم تعالوا اتبركوا. لا 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 ببقى ضال ومنحرف وكذاب. وإنما بقول لهم يا ناس داق دين الرسول صلى الله عليه وسلم أبقوا معه. أنا ذاتي يوم من الأيام غد أبقى ما مسلم ذاته نسأل الله يثبتنا وغد أبقى منحرف وغد تلقاني جبهة ديمقراطية والعياذ بالله وأعوذ بالله من الخبث والخبائث فهمت إلى آخر إلى آخر. فعشان كده أخواننا الدين ده نحن ما ربطنه بيروحنا الدين ما ربطنه نحن بيروحنا. بنقول لك كتاب وسنة بفهم السلف الصحابة هناك ولا دارين من ناس انتخابات ولا نازلين انتخابات ولا دارين من ناس صندوق اختراع ولا دارين لنا لجنة شعبية ولا أي حاجة. ما دارين من الناس دارين نبلغهم الدين ده بس نبين لهم الحق. ولا دارين زول الدين قرش ولا تعريفه ولا راجلنا من زول ولو ادانا له ادانا له ذاته بنرجع له. ما دارين من زول عرفته. ولا جايين نتكلم هنا عشان نفرج دلقان زي ما بيعملوا الصوفية وياكلوا أموال الناس لكن دارين نوري الناس الحق والحقائق. عشان كده نحن ما عندنا حاجة زول يمسكنا عليها يد توجعنا بفضل الله ما عندنا. الزول اللي لقيناه غلط طوالي بنديك لا ناشفه ما في لولوه عرفتها. ده الموضوع.